السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي شهيوات راديا. نتمنى تكونوا على خير وبخير يا رب. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الوصفة ديال الكيك، كيك بالبرتقال، كيجي رائع جدا. لكن الاهم من هذا اننا ما غاديش نستعملوا المول الخاص بالكيك، غادي نستعملوا فقط في الطنجرة وبالكاس. غادي تشوفوا معايا طريقة كيفاش في الفيديو، تابعوا معايا حتى الاخر وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير، غادي نحتاج 1/4 الحبات ديال البيض. انا استعملت هنا البيض كبير. غادي نحتاج كاس معمرش ديال السكر سنيدة، كذلك كاس معمرش ديال عصير البرتقال، وكاس كذلك معمرش ديال الزيت، وهنا شوية من العنب الجاف او الزبيب، تقدروا تستعملوه وكذلك تقدروا تستغنوا عليه. عندي هنا 2 خمارات ديال الحلوى من فئة 7 غرام، وكذلك ساشي ديال سكر فاني، و2 كيسان ديال الدقيق. غادي نضيف اولا هنا البيض، نزيد عليه السكر وكذلك السكر المنسم بالفاني، وغادي نخلط هاد البيض. الى قدرتو هنا تستعملوا الطراب اليدوي الفوي، استعملوه. الى ما قدرتوش وكان متوفر عندكم الطراب الكهربائي، طلعوا به البيض شويه. من بعد ما طربت البيض والسكر كيف كتشوفوا، ماشي ضروري يكون طالع بزاف، كنخدموه غير شوية. وغادي نزيد دابا الزيت وكذلك عصير البرتقال، وغادي نبدأ بإضافة الدقيق. كيف سبق وذكرت في المقادير، كنضيفوا 2 كيسان ديال الدقيق، لكن من الأحسن الكيسان ما يكونوش عامرين بزاف. غادي نحتاجوا هنا واحد الطنجرة، تقدروا تستعملوا هذه ديال الإينوكس او تستعملوا ديال الالومنيوم. انا غادي نستعمل هذه ديال الاينوكس. غندهنها اولا بالزبده ونرشها بالدقيق. وهنا كذلك غادي ندهن هذا الكاس، كاس العادي اللي عبرت لكم به المقادير، حتى هو غادي ندوز عليه الزبده. بالنسبة للكاس، ممكن حتى هو ترشوه بالدقيق، وممكن تقطعوا هذا ورق الزبدة إلا كان عندكم وتدوروه على الكاس بهذه الطريقة. غادي ناخذ هذا الكاس وغادي نحطه في الوسط، حاولوا تجيبوه في الوسط. غادي نزيد دابا هاد 2 خمارات، وكذلك غادي نزيد الزبيب. غادي يكون عندنا واجد الكيك. بقى ليا دابا غير نفرغو في هاد الطنجرة.
بالنسبة للطنجرة، إذا كنتم متأكدين أنها ما كتلصقش دهنوها فقط بالزبدة ورشوها بالدقيق، وإذا كنتم عارفينها كتلصق فمن الأحسن ديروا في الأسفل ديالها ورق الزبدة وكذلك في الجوانب. وبقى لي دابا غير ندخل الكيكة للفرن على نار متوسطة. بالنسبة لي أنا كنستعمل الفرن ديال الغاز، كنشعل العافية غير من التحت فقط، وكندير العافية قليلة بزاف. غادي نخليها في الفرن ما بين 25 حتى 30 دقيقة، كل وحدة على حسب الفرن اللي عندها. المهم راقبوها حتى تفوت واحد 10 ديال الدقائق وطلعوا عليها. المهم ردوا معاها البال، تبان لكم طابت صافي خرجوها. انا ما كنشعلش عليها نهائيا من الفوق، كنشعل غير من التحت حتى كتبان لي تحمرات، عاد كنشعل عليها من الفوق غير واحد الدقيقة غير باش كتاخد واحد اللون ذهبي من الفوق، وكنطفي عليها. غادي ندخلها دابا الطيب، ومن بعد ان شاء الله نوريلكم الشكل النهائي ديالها. هنا من بعد ما طابت وتحمرات كيف كتشوفوا، غادي نحاول نزول هذاك الكاس، ها هو راه كيتحيد بسهولة، يعني ما تخافوش من الكاس تقولوا راه غادي يطرطق ولا، هانتوما كيف كتشوفوا ما وقع ليه والو. غادي ندهن الكيكه بشويه ديال العسل ونرش عليها رقائق اللوز، ممكن دهنو حتى بالمربى او الناباج اللي كان متوفر عندكم، كيف ما ممكن تخليوها عاديه. وكان هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعه جدا. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش الى عجبكم هذا الفيديو ودعوا ليه لايك، وانضموا للقناه بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. شكرا لكم على المشاهده، والى وصفه مقبله باذن الله. السلام عليكم.